وصلنا لمحطة جديدة من مساحات صباحنا غير، وهي مساحة كتير مميزة. معنا اليوم هيك صبيتين صغار كتير حلوين حبوا يشاركونا بحلقتنا لليوم، وهنن سارة فارس 10 سنين، أهلا وسهلا فيكي. ومعنا أيضا غزل يونس 11 سنة، أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير. صباح الخير. كل عام وانتم بخير، ارشدنا لكم. وانت بالف خير. شو هالثياب الحلوين هيك، يعني الالوان كمان بتحبي هدول الالوان والثياب اللي بتلبسيهم كل يوم؟ صار هدول اللبس كل يوم تلبسيهم، هدول الثياب مدرسه؟ بس بالحفله. بس بالحفله، كان عندكم حفله؟ امبارحه كان عندنا فعاليه. شو هي الفعاليه؟ شو عملت؟ احكي لنا فيها، شو صار بالفعاليه؟ وانت كنتي عم نعرف انه القيتي شعر فيها. هيك بتحبي تحكي لنا شيء من الشعر؟ تفضلي، نحن عم نسمعك. أنا يا أبي سطرت رسمك في فؤادي وفي عيوني، أنا يا أبي أغرضت للأحلام والنجوى جفوني، لكن أراك تضمني وتقول في حزن دفين، لا تحزني فأبوك يا قلبي مضى حر الجبين، أبنيتي لا تحزني فأبوك ما حاطت خطاه عن دربه من بعد ما قد سار في ركب الهدى، وأبوك يا سارة الذي قد باع لله الحياة، يا سارة هذه جبهتي شهادتي على التجربه، قولي لكل الناس إني ابنة البطل الشهيد، من كان حرا قلبه منذ عاش في دنيا السجود، يا سارة يا عصفورة غنت على تراب الوطن، الصغيرة هل تغفرين لوالد جرح الطفولة؟ عذري إليك بأن رتمك كان من شرط البطولة، الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار. برافو يا سارة، وأنت بطلة مثل أبوك أكيد، ونحن أكيد اليوم ممتنين لوالدك ولوالد الكثير من أبناء وبنات الشهداء. كثير هدول حلوين، هدول الحركات اللي كنتي عم تساويهم، مين علمك إياهم؟ ماما كتبت لي الشعر وأنا تعلمتهم بالمدرسة. ماما كتبت لك الشعر؟ برافو، وعدي تدربتي هون؟ ايه. كيف كان؟ شو قالوا لك امبارح بالحفلة؟ حبوا؟ هلا أنت حلوة، نحن مشان نعرف نحن كمان رأي العالم. قالوا لي كثير طلعت حلوة امبارح. لأنك أنت حلوة. صحيح، ونحن أكيد بنأكد على هذا الشيء، بتعرفي أنك أنت كثير شاطرة، ما أخذتي كثير وقت وأنت عم تحفظي. قديش ضليتي تتدربي على القصيدة؟ كل اليوم تقريبا ضليت اتدرب على القصيدة. برافو عليكي. غزل، اليوم كمان هيك كان لك مشاركة ضمن مسرحية، خبرينا عن مشاركتك وعن دورك، شو كنتي لابسة وشو أديتي الشخصية؟ دور مين كنتي أخذة؟ دور مادلين. دور بطولة جدا وحلو. هلا أنا لبست أول شيء، أول مشهد إنه هلا أنا طلعت بالثاني وبالثالث من المشاهد. انا هلا انه لبست اول شيء بالثاني وبالثالث لباس صيادين، بعدين اخر مشهد لبست فستان. اول شيء انا هلا كنت مع الصيادين، بعدين انه شو كان دورك؟ خبرينا، يعني شو هيك شو حافظتي جمله امبارح اديتيها على المسرح؟ انه جمله مثلا قالتها الابجديه. اوكي، يلا. وانا وافقت عليهم. هذا صحيح وموثق أيضا، إن لها فضلا كبيرا على الفكر الإنساني، وأنه بكملوا الأهل القرية كمان بدنا جملة تانية حبينا. يعني عم نحكي عن حالة رعاية المواهب، تميز واضح، حالة اللغة عندهم قديش سليمة وشخصيتهم قديش عم تكون قوية. غزل، أنت من أي مت هون بالمدرسة؟ من الصف الأول. من الصف الأول، هلا أنت أي صف؟ خامس. كيف قضيتي هي الفترة؟ صار عندك رفقات كثير، كيف بتقضي وقتك خلال النهار؟ انه بلعب مع رفقاتي، انه مثلا اذا انا انه في شغله ماني فاهمتها بخلي رفقاتي يساعدوني فيها، مثلا بلعب انا ورفقاتي هيك شيء. وساره قد ايه لك هون؟ هي من الصف الاول كمان. صار لك رفقات وصار عندك هيك بتشتاقي لهم؟ اكيد ما مثل ما بنشتاق للماما ببيتنا الاول، كمان نحن اليوم بنشتاق يوم للماما الموجودة هون ولأخواتنا أكيد، مو؟ لكم كل عام وأنتم بألف خير. اليوم هيك تقولوا لنا كمان بهذا اليوم بستة أيار، أكيد بدنا نترحم على الشهداء ونقول كل عام وسوريا بألف خير أكيد. بتحبوا توجهوا هيك كلمة لأي حدا عم يسمعكم، لرفقاتكم بالمدرسة أو للأنسات اللي موجودين معكم؟ شو بتحبي تقولي لهم أول شيء غزل؟
أنا بحب أقول لهم لأنساتي ألف ألف إنه شكراً لأنه لتدريسهم وساعدونا كمان إنه لحتى نحن نتأقلم مع المدرسة. أول شيء أنا إيه كنت خوف، بس بعدين تأقلمت إنه ساعدوني أنساتي لحتى أتأقلم، وأنا بقول لهم كل عام وأنتم بخير. وانتي بألف خير يا رب، هيك الله يحميكم ونبعث لكم أحلى أيام ونشوفكم أحلى صبايا بالمستقبل محققين كل شيء بتتمنوا. شكرا كثير لكم ولوجودكم معنا لليوم. شكرا، وان شاء الله هيك نشوفكم صبايا حلوين بنفرح فيكم اكيد.